استكمالا للمبادرة يلي أطلقتها تكتل قوى التغيير، عملنا زيارة لكتلة اللقاء الديمقراطي وصار في نقاش حول المبادرة. النقاش تركز على أهمية تفادي بأي كلفة الفراغ، عن أهمية أن نكون جميعا على قدر مستوى المسؤولية ضمن الظروف الحالية، لأن البلد لا يحتمل بأي شكل من الأشكال الممارسات السياسية اللي أفضت إلى الكوارث اللي وصلنا لها اليوم بالبلد. اليوم النقاش صار على أكثر من مستوى، عن التغيير، عن السيادة، عن الإصلاح، عن المضمون. إنما اليوم الفكرة الأساسية كانت أنه هناك واجب أساسي علينا كلياتنا نتفاعل مع بعض، نتحمل مسؤولية، نعمل حوار من أجل حماية هذا البلد من أي انهيارات تالية قادمة علينا جميعاً. ولقينا تجاوب إيجابي، ولقينا تفاعل، وفي استمرار للنقاش اللي بده يصير، وهيدا رح يتراكم هذا العمل وصولا لخواتيم بتأمن للشعب اللبناني بارقة أمل نقدر من خلالها نقدم شيء نبلش نخرج فيه من الأزمة اللي نحن موجودين فيها حاليا. استقبلنا اليوم بترحيب وانفتاح الزملاء الكرام في هذه الزيارة التي تتلاقى مع توجهات الحزب التقدم الاشتراكي واللقاء الديمقراطي التي عبرنا عنها أثناء الانتخابات النيابية، عندما دعونا في اليوم التالي للانتخابات إلى الانفتاح على كل القوى، إلى التحاور، إلى التشارك، من أجل أن نقدم أفضل ما لدينا من أجل لبنان ومن أجل كرامة الإنسان فيه. هذا التوجه عبرنا عنه بخطوات عملية، فكان لنا العديد من الاتصالات واللقاءات السياسية، وكان أبرزها استقبالنا لممثلين عن حزب الله، وتلقينا انتقادات في هذا الأمر، ولكننا كنا مؤمنون منذ اللحظة الأولى بأهمية الحوار والانفتاح والبحث عن حلول تجنب لبنان مأزق الفراغ واستمرار الغرق في هذا المستنقع الذي قد يقودنا إلى الفوضى لا سمح الله إذا لم نصل إلى حلول. النقاش كان مستفيضا وغنيا مع الزملاء الكرام ومع الزميلات، وكان موقفنا هو التالي كلقاء ديمقراطي، أكدنا لزملائنا ما يلي. مهمة جدا العناوين التي حملوها وتتلاقى وتتطابق مع توجهاتنا إلى حد بعيد، وتوافقنا على أن الأهم أن نخرج من هذا الإطار العام والعناوين الرئيسية إلى مسائل أكثر عمقا وتفصيلا. عنيت بذلك لابد من أن نتوافق كقوى سياسية وككتل نيابية على شخصية تحمل المواصفات التالية. أولاً، أن تكون تلك الشخصية تتمتع برؤية اقتصادية اجتماعية، تحمل برنامجاً إنقاذياً إصلاحياً، وأن يكون للرئيس المقبل هم واحد هو لبنان وشعب لبنان. المسألة الثانية هو أن يكون جامعاً، وأن يكون رئيس ليس رئيس تحدي بل رئيس يواجه التحديات مع الحكومة المرتقبة، مع المجلس النيابي، مع كل مؤسسات الدولة في لبنان. أن يكون رئيس يستطيع أن يستعيد ثقة المواطن اللبناني بدولته، وأن يعيد صياغة العلاقات اللبنانية العربية وتطويرها وليس فقط صياغتها، وأن يعيد حضور لبنان على المسرح أو المنبر الدولي، بمعنى أن يعيد مكانة لبنان. وإذا كان البعض يراهن على تغيرات وظروف خارجية تسهل الاستحقاق، لهذا البعض نقول العالم منشغل بأزماته وبمشاكله، ولا أحد يخطر على باله لبنان وهموم اللبنانيين. لذلك علينا أن ننصرف بعيدا عن كل رهانات خارجية، وهنا نلتقي مجددا مع الزملاء حول لبنانة الاستحقاق، وكنا دائما نحن
مع لبنة هذا الاستحقاق، علينا أن نجد المواصفات المناسبة ونسقطها على شخصية تستطيع قادرة جامعة، هكذا نكون نخطو باتجاه إنقاذ لبنان وحفظ كرامة الإنسان فيه. شكرا مجددا وأهلا وسهلا فيكم. هل فعلا القائد الديمقراطي اليوم مستعد للتصويت لشخصية من خارج الاصطفاف السياسي اللي بيصير فيه بالعاده تبادل المصاري، هل فعلا مستعدين انتم اليوم تمشوا مع التغييريين؟ اعتقد ان المسار او سلوك اللقاء الديمقراطي سابقا، نحن خضنا مواجهات سياسيه منذ عام 1998 حتى تسويه الدوحه، كانت معموديات سياسيه وادت في بعض المراحل الى اراقه الدماء، ولم نتنازل يوما عن مبدانا السيادي، وبالتالي نحن تاريخيا مع هذا التوجه، ولم نكن نتلقى أي إشارات أو تعليمات من الخارج، كنا ننطلق من وحي قناعاتنا. اليوم عندما أقول نتلاقى ونتطابق، نعم نحن مستعدون ونحن نطالب، لسنا فقط مستعدين، نحن نطالب كل القوى السياسية أن تقوم بخطوة إلى الوراء كي تتقدم العملية الدستورية خطوات إلى الأمام، كي نتجنب الفراغ وكي نصل إلى رئيس جمهورية وتكون بداية انتظام المؤسسات الدستورية وبداية الإنقاذ لبلدنا لبنان. شكرا. أهلا وسهلا فيكم.